لم تكن يوما كمية الذهب الأسود في سوريا أحد أبرز أعمدة الاقتصاد السوري لفترة طويلة، إلا أن الواقع على الأرض اليوم يفتح تساؤلات كثيرة حول حقيقة الثروة النفطية وتموضعها في إحدى أكثر جبهات القتال سخونة. هكذا أصبحت الحقول والأنابيب هدفا لضربات الجيشين النظامي والحر، ومعها تحولت مصافيه إلى مصدر دخل للبعض، وتعرضت مواقع أخرى للسرقة والتهريب إلى الخارج لتكون المحصلة ضياعا لثروة قد تسهم في إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء كابوس الدم والنار. على بعد 10 كيلومترات من الحرب الدائرة في الشمال السوري، يمكنك بوضوح مشاهدة سحب الدخان الأسود المتصاعدة بشكل مستمر. هذه الأدخنة ليست نتيجة الصراع المحتدم بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة المسلحة، وإنما دليل على انتشار آلاف من مصافي تكرار النفط البدائية في الشمال السوري. خلال السنوات الثلاث الماضية انتشرت مصافي تكرار النفط البدائية أو ما يعرف بالحراقات بشكل كبير في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسوريا، وخاصة في ريف إدلب وحلب والحسكة ودير الزور. هذه المصافي هي عبارة عن خزانات وبراميل تجهز بمحرك يعمل على تسخين النفط عبر إشعال النيران تحت الخزانات لتصل لدرجة حرارة معينة حتى يتبخر النفط. عملية التبريد أول ما نشغل الحراق نحط الفيول للحراق ونشغل عليه ساعتين، يبدأ الغليان. بعد الغليان يطلع البخار، البخار يتحول لسائل بالماء. هي البركة تقريبا شيء تهريجين مي 50 برميل تحول البخار لمازوت. رغم ما للعملية من مخاطر، إلا أن العديد من أولئك العاملين هم من الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا من كليات مثل الحقوق واللغات والعلوم الاجتماعية، كما أن بينهم طلبة جامعيين توقفوا عن إكمال دراستهم بسبب تعرض جامعتهم للتدمير في بعض مناطق النزاعات، وهم اضطرهم للجوء للعمل بسبب سوء أوضاعهم المادية، فضلا عن وجود نسبة عالية من الأطفال المجبرين على العمل. بعدين خلص مو جفلان، مو قضية جفلان، لا والله مو جفلان. خبرونا انه الاستاذ هو قاضي كان وعم يشتغل بالموضوع. نعم خالية خالية شو كنت متنافسين؟ خلص وعد شرف بعدين خلص حبيبي. تفضل تحكي لنا ليش هون عم تشتغلوا والسبب شغلكم. يا اخي هذا الشغل كله هون من قلة الشغل، ما في شغل. شباب طلاب جامعة طلاب هندسي اساتذة عم تشتغل في المازوت، ما في شغل خالص، وعلما يؤدي على امراض سرطان وريحه غاز وريحه بنزين، والعالم عم تقتل منه، عم ينفجر حراقات، عم يقتل البشر، بس ما في شغل خالص. العالم كله عم تشتغل، الولد اللي عمره 5 سنين للزلمه عمره 50 سنين، واكثر العالم اللي عم تشتغل طلاب جامعه اساتذه دكاتره صارت تشتغل في المازوت من قله الشغل هون عندنا. معظم العاملين في هذه المصافي لا يملكون اي وسائل خاصه بالسلامه، ولا يكترثون بمخاطر هذه المواد السامة، ولا يرتدون قفازات وكمامات خاصة تقيهم ولو بشكل بسيط من المخاطر المحدقة بهم. نحن على الحرارة نشتري الفيول الغالي بحيث انه ما نحتاج لحدا وما نمد ايدنا على شغلة ما يهمنا، وبدنا ناكل لقمتنا والطعمة اصغار بالحلال. طيب انت بتعرف انه هذا بيضر العاملين، يعني بيضر على صحتك، بيسبب التهابات، بيسبب مواد مسرطنة، بتعرف هذا الشيء؟ نعم، ولكن لا حول ولا قوة، ما في الا هالشغلة هي اليوم. وهو ما تسبب في مقتل العشرات نتيجة الأخطاء وقلة المعرفة باستخدام هذه المصافي والعمل فيها. تعتمد هذه المصافي في استجرار النفط الخام على المناطق الشرقية من سوريا التي تسيطر عليها تنظيمات مختلفة، منها تنظيم الدولة الإسلامية وبعض العشائر التي تسكن المنطقة، فضلا عن الأكراد السوريين وعدد من التجار. وتشهد هذه المناطق صراعا بين هذه المكونات على الأرض لما تقدمه من مردود مادي للجهة المسيطرة على الحق. ومع اقتراب دخول النزاع في سوريا عامه الرابع،
لم تسع حتى الآن أي جهة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الحراقات النفطية للحد من التأثيرات السلبية الخطرة لهذه الظاهرة على البيئة والصحة، كما لم يتم إجراء حملات توعية خاصة بمخاطر ظروف العمل الخاصة بها. يبدو أنه لا يمكن إيقاف عمل هذه الحراقات النفطية، وذلك لحاجة المنطقة إلى المشتقات النفطية المنتجة منها. أقامت مؤسسة خيرية تركية تعنى بشؤون اللاجئات سوقاً خيرياً لبيع منتجات يدوية من صنع النساء السوريات المقيمات في تركيا، وتهدف المؤسسة إلى خلق تواصل بين النساء المقيمات في المخيمات وخارجها، إضافة إلى زيادة فعالية المرأة السورية من خلال دمجها في المجتمع الذي تعيش فيه لكي تتغلب على مصاعب واقع الغربة. بعيدا عن الديار أجبرت ظروف اللجوء الصعبة في تركيا السيدة إيمان على العمل في مجال إنتاج الكماليات المنزلية. تتخذ هذه السيدة من البيت الذي تقطن فيه بمدينة إسطنبول مقرا لعملها بعدما وجدت صعوبات جمة لدخول سوق العمل التركي. وتقضي إيمان ساعات يومها الطوال في صناعة الحلي وأدوات الزينة. حتى ما تكون عائق على المجتمع او على الاخرين، بنحب نطالع، بحب طالع انا دخلي ومصروفي من عملي الشخصي وهو كماليات المنزل بالنسبه مثل الورد، مساند، هيك قطع. بلاد الغربه طبعا صعب والمعيشه غالي، حبينا من هالشيء هذا نطالع مصروفنا وقدرنا الحمد لله رب العالمين وساعدنا رب العالمين واتفقنا مع بعضنا هون النساء، نحن عملنا شغل خاص فينا. أقامت مؤسسة إشراقات الإنسانية التركية هذا السوق الخيرية في مدينة إسطنبول ليكون نقطة تجمع تلتقي فيه النساء السوريات من داخل المخيمات وخارجها لعرض ما أنتجته أناملهن من صناعات يدوية بسيطة. نحن مؤسسة إشراقات المرأة السورية، اشتغلنا بالمخيمات، جبنا المنتجات النساء السوريات بالمخيمات، ووجدنا أن النساء السوريات اللي هون باسطنبول كمان ماهرات جدا بعمل الأشغال اليدوية، فمن هون نشأت عنا الفكرة. عملنا توأمة بين عمل النساء السوريات بالمخيم وعمل النساء السوريات هون باسطنبول، ومن هون انطلقت فكرة السوق الخيري وبلشنا. يضم السوق عدة أقسام للمنتجات اليدوية، منها منتجات المرأة السورية داخل مخيمات اللجوء، إضافة إلى أقسام تخصصت بفن الطبخ السوري والخياطة والتطريز، وقسم خاص بالمستحضرات الطبية التي تستخدمها المرأة السورية. أنا حبيت أني ما أكون قاعدة بفراغ، أني أصنع هذا المواد، مواد طبيعية جليسرين، وحبيت بيع هالمنتج هون، يعني هذا بنعم الوش، مواد طبيعية وأحسن ما أعتاد حتى بستفيد هون بهالسوق هذا. يستقبل السوق زائريه على مدار أسبوع كامل، وذلك لمساعدة النساء السوريات على الترويج لمنتوجاتهن وبيع أكبر عدد ممكن منها، ولتأكيد وقوف الدولة المضيفة تركيا مع المرأة السورية في اليوم العالمي للمرأة. قصة إيمان تختزل تجربة عشرات الآلاف من اللاجئات السوريات اللواتي يعشن معاناة مزدوجة، قساوة النزوح عن الوطن والأهل، وضغوط مجتمع لا يقر بكامل حقوق المرأة رغم تضحياتها. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول. الرسم على الماء هو أحد الفنون التراثية في تركيا والتي يعود تاريخها إلى مئات السنين، وقد حافظ الأتراك على هذا الفن من خلال تعليمها في معاهد الرسم، كما أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو هذا الفن على قائمة التراث العالمي الثقافي باسم تركيا. على وقع أنغام آلة العود تمارس هؤلاء السيدات فن الرسم على الماء أو ما يعرف بالتركية بالإبرو. يعود تاريخ هذا الفن إلى القرون الوسطى حيث ظهر في آسيا الموطن الأصلي للأتراك، لكنه وصل إلى أوج ازدهاره في القرن الخامس عشر الميلادي زمن السلطنة العثمانية، وبقي حتى يومنا هذا حاضرا وبقوة في معاهد تعليم الرسم.
فن الرسم على الماء قديم جدا، ويعتبر أحد الفنون التي تتميز بها تركيا، ويحتاج تعلمها إلى صبر كبير ودقة عالية. ويستخدم في هذا الفن بعض الألوان المخلوطة بمواد كيميائية وبعض أنواع الطحالب والصمغ. الورق المستخدم في هذا الفن اسمه آجار، وهو مصنوع من خليط النشادري وبياض البيض ليمتص المادة الصمغية المخلوطة بالماء. الإبرو هو فن عثماني قديم، ويعتبر أحد الفنون التي تتميز بها تركيا. نحاول قدر الإمكان الحفاظ على هذا الفن من خلال فتح معاهد ومراكز للتعليم والتدريب. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أدرجت الفن هذا على قائمة التراث العالمي الثقافي باسم تركيا، التي تبذل جهودا كبيرة للحفاظ عليه وإبقائه حيا في المشهد الثقافي التركي. يعتبر فن الرسم على الماء واحدا من الفنون القديمة في تركيا، ورغم ذلك حافظ الأتراك عليه وتوارثوه جيلا بعد آخر، حتى بات اليوم يحظى باهتمام كبير وإقبال متزايد لكونه فنا فريدا من نوعه تتميز به تركيا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صندوق الدنيا. موعدنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل، إلى ذلكم الحين دمتم بخير.